ام عزيزه يا بنت اخويا، ايه انت لسه واقفه؟ اقعدي اقعدي، انا زعلان منك. السنين دي كلها تمر وما تخطيش بيت عمك ولا تسالي عنه. انا كمان فاكره كويس قوي انك قعدت اكتر من 16 سنه ما دخلتش بيت اخوك العيان ولا سالت عليه في عز ما كنا بنبيع عفش البيت حته حته عشان نعالجه اخوك الله يرحمه. كنتش عارف ان قلبك اسود. من اللي وريتهولي الايام اسره، ايه اللي فكرك بيا؟ عاوز مني ايه يا عمي؟ عايزك تنسي اللي فات وتفتكري ان ليكي ظهر تتسندي عليه. الراجل لما يعرف ان مراته ملهاش ظهر ناشف تتحمى فيه ممكن يعمل فيها اللي هو عاوزه. مين قالك اني محتاجة ظهر نتحامى فيه ونخوف بيه جوزي؟ انا متجوزة راجل بيراعي ربنا فيا ده دلوقتي، لكن من عارف ايه اللي هيحصل بعد كده. لكن احنا اهل والضفر ما يطلعش من اللحم، وانا وابن عمك مهما كان ابالك من اي حد في الدنيا، احنا لحمك ودمك. دلوقتي افتكرت اني لحمك ودمك. انا جايه دلوقتي عشان نقول لك كلمه واحده بس. قولي يا بنتي. ابعد عن طريقي، سيبني عايشه في حالي كافيه خيري شري. اوعك تفتكر انك ممكن تضرب حسان بيا، فريح نفسك وريحني وشوف لك سكه بعيده عني. ليه حسان حكى لي على كل اللي حصل امبارح؟ انا عارف ان الكل فاكر اني غلطان، عندهم حق. ما كانش هيحصل كل اللي حصل ده لو ما عاندتش ووقفت استنيت منذر ورجالته. لو ما كنتش عملت كده ما كنتش هتبقى شاهين اللي نعرفه، اللي ما بيخافش من حاجه ولا من حد. حكايه مش حكايه خوف يا ليلى. امال ايه؟ انا ما بنكرهش في حياتي قد الظلم. مش عارف بيجرالي ايه لما بنشوف حد بيتظلم. عارفه لو كنت اقدر كنت ما نخليش حاجه اسمها ظلم في الدنيا دي ابدا. يا شاهين لو ده حصل، بس ساعتها مش هنبقى عايشين في الدنيا، هنبقى في الجنه. انت عارفه ايه هي الجنه بجد يا ليلى؟ ايه هي؟ ان الواحد يعيش مع الانسان اللي بيشاور عليه قلبه ويدق له في كل مره يشوفه او تجي عينه في عينيه. مش كده يا ده؟ مستحيل يحصل. انا عارف انك بتحب شاهين وبتعتبره زي ابنك. ما دام انت عارف كده ازاي عايز نعمل كده يا حسان؟ الدبه من كتر خوفها على صاحبها قتلته، وانا خايف يكون حبنا لشاهين يبقى هو السبب في اللي ممكن يجراله. شاهين ما يتخافش عليه، واللي يحب حد يحافظ عليه، مش نروح نقول له على السر اللي استعملتنا عليه فضيله ونربيه بايدينا في النار. شاهين مش لازم يعرف الا ان ابوه ساب الصعيد من 30 سنه وجي عايش معانا في وسطينا واشتغل صياد زيه زي اي صياد. شاهين لازم يعرف انه ملوش اي علاقه بالصعيد. ما هي النار حواليه هنا برضه من كل ناحيه يا حسان. النار دي اهون مليون مره من النار اللي انت عايز ترميه فيها. اوعى اوعى يا فوده لسانك يفلت بكلمه كده ولا كده. ساعتها هتبقى خنت العهد ومش هسامحك طول عمري. عارف من نعمة ربنا علينا انه خلانا نقدر نخبي اللي جوانا ومحدش يقدر يعرف. بس ساعات اللي جوانا بيبان علينا ويظهر في العين، العين قبل القلب، بس محدش يقدر يشوفه ولا يفهم غير واحد بس. لو الواحد ده قراه وحس اللي جوه العين واللي مش قادر اللسان يقوله، يبقى ده معناه
يبقى اللي مكتوب في العين وشايله القلب ليه هو وبس يا شيء. مش ناوي تقول لي بقى يا كبير ايه اللي بيدور في دماغك بالظبط؟ لسه حكاية مجية نوال ما حيرك. كنت فاكرك هتفهمها وهي طايرة يا ابن فؤاد. والله يا ريس أنا قلبتها في دماغي على كل جنب. ما لقيتلهاش عدلة. وبعدين أنا اللي هنقولك عن نوال، ما أنت عارفها. دي تطيق العمى وما تطيقش تشوف حد فينا. ولا نسيت اللي عملناه فيها زمان؟ عارف شعرة معاوية؟ شعرة مين يا ريس؟ معاوية قالي. الدنيا دي على قد ما هي كبيرة واسعة، لكن في الحقيقة أصغر من كف إيدك. ولازم يكون بينك وبين كل الناس شعرة، وإياك تقطعها حتى لو هم كانوا عايزين يقطعوها. أصلك يا ابني ما أنتش عارف بكرة هتحتاج لمين. على الله تكون اتعدلت دلوقتي. ما لسه بدري، ما كنتوا تباتوا هناك بالمرة. أنا عارفة إيه هدى المدروش ده اللي انتوا عاملينه شنة ورنة. يا ستي زيارة المريض ليها ثواب كبير عند ربنا. عن إذنك أنا يا خالي، أنا هنطلع ننام في أوضتي. ما لسه بدري، مش تتعبش الأول. ماليش نفس. تصبح على خير يا خالي. تصبحي على خير يا مرات خالي. وأنت من أهل مالها البت راجعة كده مش على بعضها؟ أنا كمان هنطلع نريح شوية، أنا مش قادر نقف على رجلي. وشايل القلب ليه هو وبس يا شيخ.